والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الشهداء والأبرار، السلام على أباء الشهداء، السلام على أمهات الشهداء، السلام على الأحرار والحرائر والشرفاء في هذا الوطن. السلام عليكم أصحاب الفضيلة والأمام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان قبل أن أكون شيء تغريدة للمدون الشهيد زكريا العشيري، ما أحببنا اليوم بهذه التغريدة. رحم الله الشهداء المعذبون في قعر السجون، ولعن الله الظالمين والمعتدين على هذه كوكبة الغربة الشريفة الذي ضج بها سجون الظالمين. نعم، كانت كوكبة مضيئة أمثال شهيدنا الغالي الشهيد زكريا العشيري. يومها أعلننا الفداء، ولا زلنا نعلن الفداء عند سقوط كل شهيد. ولم تمض إلا أيام قليلة، قبل أيام كان هناك آخر شهيد سقط، وهو الشهيد علي عبد الغني. أعلننا الفداء، ولكن أعتقد بأننا بحاجة لإعلان التحدي أكثر من إعلان الفداء. الفداء هي سنة يعيشها البشر في إحياء أو أن يكون هناك فداء للمتوفي، فكيف إذا كان شهيدا؟ ولكن واقعنا اليوم يحتم علينا أن نعلن التحدي. نعم، يجب علينا أن نعلن هذا التحدي. اليوم صاحب الحراك وصاحب ثورتنا بعض الأمور إعلان التحدي. أنا لا أقصد بالتحدي أن نخرج عن سلميتنا، لا يفهمني أحد خطأ. أنا أقصد التحدي في أنفسنا، نحن فيما في بيننا بعضنا البعض. يجب أن يكون لدينا هذا الشعور، وهو شعور التحدي. طفت على السطح الآن بعض الخلافات التي يجب علينا جميعا أن نتلاشى وقوعها بيننا، حتى لا نصاب في داخلنا بهاجس الخوف وهاجس البعد، ونبتعد عن هذا الحراك شيئا فشيئا. يجب علينا أن نقف من جديد، يجب علينا أن نصحح بعض الأخطاء التي ربما لا يشعر بها الآخرون أو غير المهتمين بالحراك، ولكن من يعيش الحراك فعلا يشعر بما يجري الآن. بدأت هناك بعض الألسنة التي تطلق بعض العبارات التي تنال من شخصياتنا الوطنية، وتنام حتى من رموزنا، وتنام من شخصيات كبيرة جدا ومقدسة لدينا، علماء أجلاء. بدأ دائما هذه الكلمات تبدأ صغيرة ولكنها تتداول، ومع الأسف الشديد نحن اليوم لم نستفيد من شبكات التواصل الاجتماعي بالإعلان القوي عن تماسكنا، عن قوتنا، عن وحدتنا. نحن من نورر هذه الكلمات، ونحن من ننشر هذه الكلمات لتنال من أشخاص أعزاء، أشخاص لهم تاريخ كبير، أشخاص قدموا وأعطوا لهذا الوطن، علماء أجلاء ورموز وقادة. لا يجب علينا أن نسكت، لا يجب علينا أن نمرر حتى نقال إلى طاعة عمياء لهذا النظام. ماذا يستنتج النظام من هذا الخلاف ومن هذه الأقاويل ومن هذه الألسن التي تريد أن نكون نحن من يضرب بعضنا البعض؟ النظام يستنتج منها حالة الضعف لدينا. وماذا قدم النظام بعد أن كشف هذا الجانب؟ ها هو اليوم
تصدر تصريحات، كنا نسمع هذه التصريحات من أشخاص يحملون الحكم والبغض، لا نعير لهم اهتماما، ولكن لضعفنا بدأت تصريحات تصدر من كبار القوم وهي تنال من أكبر شيء لدينا من عدوتنا، وأصبح دم المواطن رخيص جدا. يجب أن ننتبه. أنا أقول حالة التحدي التي يجب أن نعززها في نفوسنا، وهي حالة التحدي في تماسكنا، في وحدتنا، في قوتنا، حتى لا نكون كما قلت أن نكون مطيعين كالأنعام. هكذا يجب علينا أن لا يكون الحراك قد مضى عليه 5 سنوات ويسألنا أحدهم ماذا استفدتم وماذا قدمتم. لا نكون جبناء لنرد. نعم يجب علينا أن نرد كيف قد ما قدمنا وما استفدنا من الحراك إن كنا بهذه الحالة، وإن لم نصحح الوضع والله لنعقل يوم أقبل الثوب الأبيض. شكرا لكم، وأستمعكم عذرا على كلمتي القصيرة، والسلام على شهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.